عدت المرجعية الدينية الضربة الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، والتي أدت إلى استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس واغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، عدتها اعتداء غاشما وخرقا سافرا للسيادة العراقية وانتهاكا للمواثيق الدولية، فيما دعت على لسان معتمدها الشيخ عبد المهدي الكربلائي إلى ضبط النفس والتصرف بحكمة. تتسارع الأحداث وتتفاقم الأزمات، ويمر البلد بأخطر المنعطفات، فمن الاعتداء الآثم الذي تعرضت له مواقع القوات العراقية في مدينة القائم وأدى إلى استشهاد وجرح العشرات من أبنائنا المقاتلين، إلى الحوادث المؤسفة التي شهدتها بغداد خلال الأيام الماضية، إلى الاعتداء الغاشم بالقرب من مطارها الدولي في الليلة الماضية بما مثله من خرق سافر للسيادة العراقية وانتهاك للمواثيق الدولية، وقد أدى إلى استشهاد عدد من أبطال معارك الانتصار على الإرهابيين الدواعش. إن هذه الوقائع وغيرها تنذر بأن البلد مقبل على أوضاع صعبة جدا، وإذ ندعو الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والتصرف بحكمة